واهلا وسهلا فيكم بكل متابعينا ومحبينا ببهار ونار. اليوم بحلقه بدايه الاسبوع لكل الناس اللي بلش اسبوعهم اليوم، بتمنى لكم بدايه اسبوع سعيده وبدايه نهار كمان سعيده ان شاء الله. هالاسبوع هيك بتنجزوا كل الشغلات اللي عليكم والاشياء اللي هيك اللي ببالكم انكم تخلصوها وتنجزوها، ان شاء الله بتخلصوا هالاسبوع بتكونوا مخلصين كل شيء عليكم، مرتاحين ومبسوطين ومنجزين. اليوم رح يكون معاكم بحلقه بتجنن مثل العاده على مدار ساعه على الهواء مباشره، رح يكون معنا اكيد وصفات بتجنن ورح ندردش ونتسلى مع بعض. فهيك كل حدا مش عارف شو بده يطبخ اليوم، مش عارف شو بده يعمل اليوم، احضرونا وتابعونا وجهزوا أغراضكم لحتى تعملوا معنا كل وصفات خطوة بخطوة. واليوم مع الشيف محمد عليان، كيفك يا شيف؟ والله تمام الحمد لله، انت كيفك؟ رواء. أنا مبسوط كتير على الدنيا لما شتت والطريق لما إجينا والشتاء والأجواء وهيك، ومدام الدنيا شتت فإحنا إيش رح نطبخ؟ عدس. اكيد عدس. يعني ما عمل امبارح عدس بعمل اليوم عدس بالضبط، يعني مستحيل في بيت ما عمل عدس امبارح او اليوم. يس يس. هلا بالشتاء معروف الدنيا الواحد ببلش يجوع، ببلش ياكل اكلات كثير. لسه امبارح كنت عم بحكي بالموضوع انه وانا عم بتعشى بعد العشاء في عشاء ثاني، وفي بعد العشاء برضه سناك، وبعدين العشاء الثالث. بتعرف المشكله هيك بعد الاكل في تحلايه، بعد التحلايه بدنا نملح، بعدين نرجع بدنا نحلي، بعدين نرجع نملح، وهيك اليوم بمرق. المشكله الليل طويل هلا بالشتاء بالضبط، عشان هيك عن قعده واكل. يس، عشان هيك عملنا لهم اليوم حلو وايش، وكمان عدس. والعدس رح نعمله بطريقتين، الطريقه الاولى ما بعرف اذا عمكم سمعتوا فيها واللي هي فته عدس، والطريقه الثانيه رح نعملها اللي هي عدس مع رز، ورح نعمل كمان بسبوسه جوزن. هذا انت اجواءك جد شتويه. ما هو خلص دخلنا بالشتاء، قلنا لكم اول ما ندخل على الشتاء بدكم تتحملوا. تتحملوا. يس. ان شاء الله بس هيك نقدر نسيطر على حالنا، نطلع من الشتاء واحنا بنفس الشكل يعني، بس ما بدنا اكثر من هيك، ما تتغير اشكالنا. كنا لسه هلا شوي عم نحكي انه الشتاء خرج الواحد يكون معطل ما عنده ولا شيء وضل بالبيت قاعد، بس اظن بعد ما يخلص الشتاء ما حنقدر نطلع من الباب. صحيح. اذا بنضل قاعدين وبس بنعطل. صحيح صحيح. فاليوم انت شهيتنا على الاكلات الشتويه. يس. وعلى الاجواء الشتويه، بشو رح نبلش؟ رح نبلش بالبسبوسه. بالبسبوسه. يس. يلا ناخذ مقاديرها. ناخذ المقادير ونرجع لكم. لبسبوسة جوز الهند رح نحتاج 200 جرام جوز مبشور، 100 جرام سميد من الفرخة، و100 سكر 100 جرام سكر من البيت، و50 جرام حليب انجوي، بيكنج باودر، فانيلا، 3 حبات بيض، 100 جرام زيت شعبان، و200 جرام حليب سائل من المهم. وهيك شفنا المقادير وعرفنا من شو بتتكون اول وصفه معنا اللي هي البسبوسه بجوز الهند، وهي من اكثر الشغلات الحلوه اللي بنحب ناكلها بالشتاء. يس. احكي لنا عنها شوي، من شو بتتكون؟ شو رايك نحكي واحنا بنشتغل عشان بنشتغل. بدها وقت بالفرن، انا مش مجهزها من قبل، فراح نحطها بالفرن بعدين. أوكي. نحكي تمام. براحتنا. حنبلش اول شيء بالمكونات. عندي جوز الهند طبعا بالمكونات طبعا تبعون الحلو او الحلويات بشكل عام، دائما بنحط المكونات الجافه بعدين بننزل عليهم المكونات الايش السائله. فحننزل اول شيء جوز الهند تبعنا، حننزل كمان السميد، والسميد الثاني الفرخه والعادي. هلا حننزل عليه الحليب تبع ايش، حليب باودر من انجوي. يس. انجوي. اوكي. وحننزل عليها البيكنج باودر، حننزل عليها الفانيلا، حننزل عليها كمان ايش سكر البيت. نحط كمان 50 جرام. بيرفكت. يعني كل شيء زي باودر او ناشف كله بنحطه كلهم مع بعض، حطيناهم مع بعض. يس بالضبط. تمام، لهون امورنا سهله وبسيطه. يس. هلا حنلبس الجلوفز تبعنا ونجيب الخفاقه عشان نبلش ايش نحركهم شوي صغيره، وبعد هيك ننزل عليهم الايش اللي حبستكنات التانيات تبعونا. حلو تمام، بنحركهم لحتى هيك يختلطوا مع بعض منيح، بعدين بنقدر احنا نزيد عليهم السوائل لحتى يكونوا مختلطين 100%. بالضبط. هلا بعدين لما تيجي تطبخها بالبيت هاي بتلاقي كل ريحه البيت ايش، ريحه البيت كلياتها حلو، ريحه خبز وريحه الفانيلا الموجوده جوا الطبق تبعنا، شو بتطلع مش عاديه مش عاديه مش عاديه. فالواحد وهو قاعد بالبيت بتلاقيه عم بتشهون على الاكلات تبعون، وعشان خلص تلاقيه غز غز فيهم 100%. بتعرف طيب. انت الواحد بتشهون يمكن على ريحه الشغلات اللي بتنخبز بالفرن اكثر من طعمتها، يعني ريحه بالشتاء بالبيت والدفى هذا بيكون يعني جد روعه. وال 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 والمشكله انه احنا بناكل، يعني احنا بناكل بناكل بناكل. بعدين انا واحده من الطقوس المفضله جدا عندي بالشتاء، اذا كان عندكم صبه كاز واللي هي ايش او غاز، تجيب خبزه الطابون وتحطها وين على الخبزه على الـ على الـ على الصوبه على الصوبه، وتحمشها وتجيب. هلا موسم الزيت انتم بتعرفوا، الزيت بيكون طالع بعز عزه هلا، ايش تسوي؟ تجيب الخبزه وتنزلها وين جوا الزيت تبعنا وتاكل، تحط معاها شويه
حبشتكنات زيت وزعتر بدك تروق علي انا بعد باول ايام الشتاء لسه في قدامنا وقت طويل وبندوره يعني. وهي الطقوس صراحه عالميه وكاسه شاي اكرك عجب يا سلام اوبا يا سلام أوبا. لا خلص اظن كلنا اليوم مروحين بس هيك معنا اكلات نقعد ناكل بالبيت يس هاي اجواءنا اليوم طيب عندنا بعد ما حطينا المكونات الجافه كلياتهم مع بعض ايش حنسوي هلا حنجيب معنا البيض او المكونات السائله عشان نخلطهم ببعض اوكي نبلش بالبيض مبدئيا فعندنا هي بيضه عندنا هي بيضتين وعندنا هي ثلاث بيضات عندنا كمان الحليب السائل اوكي تمام مها وعندنا كمان ايش عندنا كمان الزيت من وين الزيت تبعنا زيت شعبان طبعا يعني هي ما بدها سؤال فحنحط الزيت تبعنا برضو شوي صغير اذا السوائل لهلا هم بيض وحليب وزيت في كمان اشي لا خلص هلا نبلش نخلطهم هلا حنبلش ايش نخلطهم هلا حيطلع معنا القوام تبعها شوي سميك وما تخافوا لانه ايش ممكن تيجي تحكوا والله هاي طلعت شو اسمه ناشفه كثير وطلعت لا 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 مش مشكله هيك هي الوصفه وصراحه انا مش كثير يعني عشان اكون واقعي وصريح معكم مش كثير شاطر بالحلو ومش كثير تخصصي لانه كثير بده مقادير وانا واحد من الناس ما بعرف اشتغل على مقادير لازم احكي احط هاي واجرب هاي واضيف هاي صح. واحط هاي فما بزبط معي الحلو خلص بحس انه الحلو فيه له ناس خلص كل حدا صار على جد سبحان الله شو بحب يس بس انه هاي الوصفات يعني الكل لازم يعملها فهمت علي كيف فانه يس لا هو زي ما انت قلت انه او زي ما دائما بنحكي المطبخ هو عباره عن عالم يعني صعب الواحد يكون يعني بكل المجالات بحب كل مجال خلص كل واحد له مجاله كل واحد له الوصفات اللي بحبها شغلات المعينه اللي بحب يكون فيها بس برضه زي ما انت قلت مش غلط في شغلات معينه لازم كل حدا يعملها وكل حدا يكون بيعرف يعملها وهي من الشغلات اللي احنا بنعملها بالبيت ولازم تكون دائما موجوده عندنا بفصل الشتاء صحيح 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 هاي الاكله يعني انا صراحه يعني انا مش كثير صحبه مع الجوز الهندي او غالبا ما باكله بس احيانا بتغاض النظر وباكل من هاي الوصفه خصوصا اذا كانت ايش هريسه مثلا مع قشطه او مع يا ويلي انا من محبين الهريسه والبسبوسه بشكل يعني مو عادي فانت اجيتنا باول ايام الشتاء على اكثر حلويات اللي احنا بنحبها يس 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 حلو طيب في سؤال عم بسألك انه بصير نستغني عن جوز الهند او ممكن نحط بداله شيء ثاني او لا يعني هلا اسمها بسبوسه جوز جوز الهند يعني هي المكون الاساسي منها بدكم تشيلوها فبتحول لشيء ثاني فهمت علي كيف ممكن نستبدلها مثلا ب ايش ممكن نستبدلها صراحه ما بعرف ممكن بلاها ممكن يزبط بس شيء ثاني لا بس بلاها برضو المكونات حتختلف ليش انه كميه الجوز الهند الموجوده بهاي الوصفه كثير كبيره فمش حيزبط معنا صح مية فهمت علي كيف طيب وهلأ شو الخطوة الأخرى؟ هلأ إيش حنجيب؟ هلأ حنجيب السباتيول تبعتنا حنزل كل الأطراف تبعونا ليش؟ إنه ممكن يكون في مكونات إيش على الطرف تبعي وأنا إيش مش منتبه لها ومش مختلطة فيها فبنعطيها تحريكة سريعة بعدين حنجيب إيش؟ الإشي اللي حنخبز فيه أوكي أنا بتخيل هاي الشغلات ما بدها كتير وقت بالفرن صح؟ ولا أنا غلطانة؟ بدها 20-25 دقيقة عشرين خمسة وعشرين دقيقة بتطلع بيرفكتو طيب بهذا الوقت في خيارين الخيار الأول إنه إحنا يا إما بنجيب طحين بنحط زيت شوية زيت وبنحط طحين عشان ما تلزق فيها والخيار الثاني اللي هو إيش؟ طحين إيش؟ طحين طحين أوكي طحينة حياتنا هلا زيت وطحين او طحينيه صح؟ يس طحينيه انا المترجمه هون هلا هاي تتذكر لما كنا نعمل كيك ايام زمان نلاقي ايش؟ نلاقي كانوا يفركوها بالطحينيه فلما يطلع قلب الكيك ايش نسوي احنا؟ ناكل الاخر شيء اخر شيء هذا دائما اخر شيء سواء بالاكل او بالحلويات دائما اخر شيء هذا اللي بقى على الصينيه بيكون اطيب شيء يس وليش بنعمل زي هيك احنا عشان ما تلزق فيها بالضبط يس بنقدر كمان نستعمل القالب المتحرك بسموه اللي بنشال جوانبه بزبط طبعا 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 حسب كل حدا شو عنده قالب بالبيت بزبط هلا حننزلها وين على المرتب او هو البايركس تبعنا
يعني زي ما انت قلت بتحسها شوي ناشفه، بس بتخيل هذا هو القوام المناسب 100% لحتى انه نعمله. يس 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 يس. طيب بدنا نوجه تحيه لام عصام الرواشده، عم تحكي يسعد قلبكم ومساءكم بكل خير. ويسعد مساكي انت يا ام عصام كمان. واياد عم بحكي يسعد اوقاتكم منورين، احلى مذيعه والمبدع الشيف محمد عليان. شكرا لكم انتم المتالقين وانتم المبدعين، وهيك بكلماتكم دائما بتعطونا طاقه ايجابيه لحتى نعطيكم افضل ما عندنا. بالضبط، والله انا بحب الردود الافعال تبعتهم والتطبيقات اللي بتوصلني شيء بجنن صراحه، فالواحد بتلاقيه عم بيشتغل بحب اكثر طبعا، ولا احلى من هيك عليه. 100% yeah. طيب هيك صارت جاهزه، بدنا نشدها كثير منيح ولا لا؟ شدي بس عشان نظبط المنظر تبعها ونخليها ايش مستقيمه على مستوى واحد. طبعا بتقدروا تحطوا فستق، بتقدروا تحطوا لوس، بتقدروا تحطوا سنور، بتقدروا تحطوا اي شيء بدكم اياه. طبعا طريقه الشوي تبعتها ايش؟ طريقه الشوي اوكي طريقه الشوي ولا طريقه شو؟ لا طريقه الشوي تبعتها انه احنا بنكون مشغلين الفرن تبعنا قبل بربع ساعه مثلا او قبل ثلث ساعه، نخليه حامي تبعنا. قد ايه درجه الحراره؟ درجه الحراره تبعتنا حتكون 200، حتقعد من 20 ل 25 دقيقه حسب الفرن تبعكم. من 20 25 دقيقه اخر خمس دقائق. هلا انا من وين احطها؟ سوري انا حستويها بس من تحت. اوكي انا ما حشغلها من فوق، حشغل الفرن تبعي بس من تحت بالبيوت العربيه. سوري بالبيوت العربيه او الفرن العربي بنوطي شوي عليه، بنخليه على النار هاديه ليه؟ لانه الفرن العربي كتير حامي كثير، فبنخليها على النار هاديه. بعد هيك ايش بنسوي؟ بننزلها على الطابق التحت عشان تاخذهم قبل بخمس دقائق، وبنخليها برضو على نار هاديه. ليش على نار هاديه؟ لانه اذا احنا علينا عليها شوي حتنحرق، مش شوي حتنحرق، حتنحرق وحتطلع مش مزبوطه. فمن شان هيك احنا ايش حنحطها؟ اول شيء 20 دقيقه 15 دقيقه على النار من تحت على درجه حراره 200. اذا ما عندكم شو اسمه ميزان حراره بتخلوها على نار هاديه شوي صغيره، لو طولت شوي طولوا صغيره مش مشكله عليها. وبعد او قبل بخمس دقائق لما تشوفوها استوت من تحت، انا عندي هون بقدر اشوفها من تحت، ايش بسوي؟ بنزلها وبعطيها لون من فوق، وهيك بتكون ايش امورها تمام. يس تمام 100%. فهلا احطها يعني عندي هون. والله سهل الموضوع. بتعرف اللي بشوف الحلويات العربية بالمحلات وهيك بحس انه موضوعهم كتير صعب، يعني بنحاول هيك نسهل على حالنا ونطلع نشتريهم جاهزين لانه بنحس موضوعهم معقد شوي، فيها مواد كتيرة، بس لا هي طلعت موضوعها كتير بسيط وسهل. حط المكونات فوق بعض وغير هيك المكونات تبعونها موجوده بكل صح. بيت مش شيء صعب، يعني ما في اشياء. البيض موجود، السميد موجود، الطحين موجود، الحليب موجود، اي شيء كلياتهم موجودين بالبيت، فانا ليش ما اقوم اعملهم؟ بيكنج باودر وفانيلا اكيد موجودين بكل بيت، واذا مش موجودين بالبيت يعني قد ايه المكونات؟ عن جد عن جد عم بحكي يعني ال 100 جرام تبعت ال شو اسمه السميد وهدول بيطلع يمكن ربع دينار، اقل من ربع طبعاً دينار. طبعا مش مكلفه ابدا، يعني كل القصه حتكلفك دينارين ثلاثه، وانت عملت ايش؟ طعمين ثلاث اربع خمس اشخاص صح. والكل انبسط عليها 100%. هيك بالاضافه انه كل شيء موجود، يعني باقرب سوبر ماركت بتشوفه جنب بيتك او دكان صغيره بتلاقي كل هاي المكونات موجوده اذا كان شيء منهم مش متوفر يس عندك بالبيت. يس بعدين بعدين شو اسمه القطر، انا ايش سويت؟ انا جهزته قبل ما قبل الحلقه. اوكي واحده من الشغلات تبع القطر كثير مهمه، احنا لازم نحط السكر والمي لازم تكون بارده. ليش بارده؟ لانه بتسكر معي وبيطلع معي القطر تبعي مش مزبوط، فانا بحطها وبحط مي بارده بخليها على نار هاديه تستوي براحتها، ما بحركها ابدا. تحريك القطر ما بتحرك، بتحط المي والقطر فوق بعض وبتسيبهم براحتهم، بعد شوي كلياتهم بيختفوا وبصير معنا ايش القطر المزبوط. بدنا عشان ما يسكر معنا ممكن ننزل عليها قطرتين ثلاثه ايش عصير ليمون. اوكي صح فينا نحط ليمون مع القطر. طيب ممتاز، يعني هيك تقريبا صارت جاهزه وصفتنا. طيب شو بدنا نعمل كمان اليوم؟ هلا بدنا نعمل كمان شو اسمه اللي هي الفته، فتت العدس والشوربة مع الرز تبعت العدس. يا سلامي هلا جايين على الثقيل وعلى الوصفات الثقيلة صح؟ بس مش هلا رح نبلش فيهم اكيد، لأن رح نطلع فاصل صغير نرجع نكمل وصفاتنا، بخليكم معنا لسه الجد ما بلش. اهلا وسهلا فيكم عن جديد، لسه مكملين معاكم بحلقتنا من بعد اول فاصل لحتى نكمل وصفاتنا اليوم. وزي ما قلت لكم قبل ما نطلع فاصل انه لسه الجد ما بلش، بلشنا بالبسبوسة عملناها اياها بالفرن لحتى نشوفها كيف رح تطلع وكيف نتيجتها، بس هلا صار وقت العدس والوصفات الرئيسية. بس بدي اذكركم قبل ما نرجع على وصفاتنا تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عماد تي في كيتشن، تحضرونا عبر اللايف وتشاركوا معنا باي سؤال او استفسار او مواضيع حابين نحكي فيها اكيد، لحتى هيك تعملوا شير وتوصل الحلقه لعدد اكبر من الناس حتى يشوفوا وصفاتنا لليوم اللي هي خرج اجواءنا اليوم، بما انه اليوم كثير شتاء وبرد
بدنا نعمل شغلات فيها عدس، زي ما قلنا اللي ما عمل امبارح عدس بده يعمل اليوم عدس. يس. طيب عدس عدس. شو هلا وصفتنا اليوم؟ هلا رح ناخذ وصفتين مع بعض. أوكي. ليش؟ لانه تنتين تقريبا نفس بعض. نفس البروسيس، ولكن كل واحدة ليش فياتهم شغلات مختلفة، بس التنتين بدهم شوية وقت عشان يستووا، فمنشان يطلعوا بآخر الحلقة ظابطين وطلعين 100%، فلازم ناخذ التنتين مع بعض. أول إشي رح نعمل اللي هي فتة العدس. أوكي. ورح نعمل كمان العدس مع الإيش؟ مع ايش؟ مع الرز. هاي صراحة الأكلة كثير مشهورة وين؟ بالخليل. فبالعادة بيعملوها وبيطعموا الناس وبيعملوا موائد كثيرة منها، فهمت علي كيف؟ فراح نعملها. يس. طيب يلا ناخذ الوصفتين ونرجع نعملهم. يلا. جاهزين. رح نحتاج لفتة العدس، عدس أحمر مجروج، حبتين بطاطا، حبتين بصل، كرافس توم، ثلاث حبات جزر، معلقتين كركم ومعلقتين كمون. اما لفتة العدس فرح نحتاج كوبين زيت زيتون، مرق الدجاج، خبز شراك، ملح وطحينية. للرز بالعدس كمان رح نحتاج راس ثوم، بصل، كمون، كركم، فلفل اسود وملح، نص كيلو رز شعبان، نص كيلو عدس، ومرق دجاج، وبقدونس، وسماق للزينة. هيك شفنا وصفتين رح نعملهم اليوم مع بعض، فخلينا نشوف شو الفرق بيناتهم وكيف رح يعمل كل وحده خطوه بخطوه لحتى هيك نميز بيناتهم ونعرف احنا شو اللي بيناسبنا اكثر من هدول الوصفات. احكي لنا عنهم، احكي لنا شو هاي الوصفه وشو هاي الوصفه. هلا الفرق بين التنتين انه التنتين بنعمله تقريبا نفس شوربه العدس، بس واحده بيجي معاها الرز وواحده بيجي معاها خضار اكثر من شوربه العدس. أوكي. فمثلا نيجي على المكون او نبلش باول شيء، خلينا نحط طبعا زيت شعبان، نحط بالطنجرتين، نشتغل تنتين تنتين عشان مع بعض عشان نميز بيناتهم. حلو. بالضبط. هلا هنحط هون ايش؟ عندي الزيت، هنحط هون الزيت. هلا مثل بعض الوصفتين، بس هون كترت شوي صغيره زيت. فحنجيبهم وين؟ هون. طبعا أوكي. الطنجره انا محميها شوي، ليش؟ عشان انا بدي استعجل شوي صغيره، فبواحده منهم حنزل الجزر. الجزر. اوكي. هنزل اللي هو السلري او الكرفس، وعندي هون الكرات. هنزل عليهم كمان ايش؟ شويه ثوم، وهننزل عليهم ايش؟ البصل. البصل يعني خضار مبدئيا. يس. خضار عم نقليهم بالزيت. هاي كبيره بنقولها تعالي هون. اوكي. اوكي. هلا حنزل عليها كمان ايش؟ بطاطا. مقطع صغيره يمكن عشان تستوي اسرع. يس. كمان. يس. هلا بهذا الوقت شو هنعمل؟ هنحركهم هيك تحريك سريعة وخليهم يتدبلوا شوي صغيرة. اوكي حلو. تمام تمام. هلا بدنا نروح على الوصفة الثانية. هلا بدنا نروح على الوصفة الثانية. يس. هننزل عندنا الثوم على الزيت، طبعا احنا حاطين زيت اوريدي. اوكي. هننزل عليها كمان البصل. الروائح الروائح. واو عن جد روائح بتجنن. يا سلام. هلا شو حننزل عليها؟ حننزل عليها الرز. اوكي اوكي. يعني هلا اللي فهمته انا انه الفرق هون في خضار وهون في رز. يس. اوكي. رز منقوع اكيد ومغسل. يس. وشو بتعمل فيه؟ يس بالضبط. تمام. هلا ايش حنعمل؟ حنحرك شوي صغيره يلا. هاي حلو. هاي الاكلات لها طقوس، الطقوس تبعتها انه انت تكون جايب المخللات، الزيتون طبعاً. الاخضر، الزيتون الاسود، تكون جايب مخلل الزهرة لونه فوشي، هذا عرفتي الزهري الفاقع. هذا كل ما بحلحل على الاشياء اللي حواليه. يعني اذا بتمسكها بايدك بتصير ايش هذا؟ ايديك فوشي لونه ايش هذا؟ لازم يكون معاها جرجير، لازم يكون معاها هسه موسم ببلش يطلع معانا شوي، موسم اللي هو الحشائش. مزبوط. الفجل، ورق الفجل. عمرك كلتي ورق فجل؟ لا صراحة. ورق الفجل هيك شوي بيشوك ولطيف يعني مع هيك اكلات. والله جد جد. والله اوكي. بحب اجرب كل شيء.
فانه لها طقوس تبعتها. صح. هاي انت بتحكي انه والله ما فيها كلياتها نتفت هالعدس ولا كلياتها نتفت، لا لا ابدا 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 ابدا، مش انه هي كلياتها نتفت هالعدس، الموضوع مش موضوع عدس، الموضوع الطقوس الموجودة جنبها هي اللي بتساعد. صح. كتير باستواء إيش الطبخة تبعتنا 100%. وبالإضافة إنه لازم إحنا دائما ندخل خضار، ندخل شغلات هيك تانية مع وصفاتنا الرئيسية، بغض النظر شو الطبق الرئيسي اللي إحنا حاطينه، كل ما دخلنا خضار، دخلنا زيتون، دخلنا هاي الشغلات كتير مفيدة وصحية أكثر من إنه نأكل بس مثلا الجاج أو اللحمة أو الرز أو الوصفة الرئيسية شو ما كانت هي تكون. بالضبط بالضبط. طيب في طلب بس قبل ما تحكي لنا انت شو بدك. أيوه. تحكي من ياسمين المصري عم تحكي بدها مقادير البسبوسه على السريع مره اخرى، بس احكي لها شو حطيت فيها سريعا. اوكي، حطينا فيها سميد فرخه، حطينا فيها سميد عادي، حطينا فيها سكر، حطينا فيها بيكنج باودر، حطينا فيها فانيلا، حطينا حلو. فيها بيض وزيت وحليب سائل وحليب ايش باودر. اوكي، وخلطناهم. يس. مع بعض الناشفين اول، بعدين حطينا عليهم السوائل وحطيناها بالفرن. بالضبط، كل واحد لا ونعدلها انه احنا ليش بنخلط السوائل مع الـ اول شيء بنخلط المواد الناشفه ليش؟ عشان يتجانسوا مع بعض. صح. بتعرفي يتجانسوا تتجانس مع بعض بيتجانسوا مع بعض. صح. وبيختلطوا بعض مزبوط. ليش؟ انه احنا نزلنا عليها الحبشتكنات تبعتنا المواد السائله وخبطناهم ببعض، راح يصير في جزء عليه فانيلا وجزء ما عليه فانيلا وجزء عليه باودر، فاحنا بنضمن هيك 100% انه كلياتهم تجانسوا مع بعض. حلو كتير. طيب تمام. يس يس. كمان وجه تحية لإخلاص المناصير اللي عم تحكينا يسعد كل أوقاتكم، نورين كالعادة ومن أطيب الحلويات البسبوسة، ويسلموا إيديك يا شيف 100%. أنا مع إخلاص. إخلاص المناصير صراحة واحدة من الملتزمات جدا ببهارونار. بقول لك أنا بقدرش ما بتقدر أصحى الصبح غير لما أتصبح ببهارونار. 100% من الناس المخلصين. يس يس يس. لبهارونار. أوكي. طيب. شو طمنا على البسبوسه؟ ما انا هين عم بطلع عليها، انا هون هون عم بشتغل بنفس الوقت شم الريحه اللي عم تطلع من احنا البسبوسه. احنا مش عارفين نتشهون على الاكلات اللي على النار ولا على اللي بالفرن، يعني مش عارف، مش قادر اوصف لكم الوضع. يس، حطيها شوي صغيره صراحه ما بدي اياها. قد ايه لها تقريبا؟ انا مش عارفه ما حسبت. 30 ممكن 20. اوكي، 20 15 دقيقه. هيك شيء. هلا شو حننزل؟ حننزل عليها العدس تبعنا. اخيرا اجى وقت العدس. قد ايه كميه تقريبا انت حطيت؟ سوري، تقريبا قد ايه الكميه اللي انت جايبها؟ هدول بس للوصفتين. هدول كيلو، هدول كيلو ونص تقريبا. أوكي. بس انا ما حاعملهم كلهم. بس خليتهم بزياده هيك عشان ايش؟ احتياطا نشوف المقادير تبعتنا ظابطه مش ظابطه، ممكن نزيد ممكن ينقص ممكن ممكن. حلو. يس. طيب يا شيف، بما انه هيك احنا هلا على مهلنا عم نشتغل وصار عندنا وقت، اندركتك شوي تخلص الجد، عشان في سؤال امبارح طرحناه بحلقه بهار ونار. بعد ما سالته امبارح حسيت انه سؤال حلو كثير ومهم كثير وحلو نساله لكل حدا بنواجهه او بنشوفه بحياتنا، فجعبالي اسالك يا انت هذا السؤال. الله يستر يا رب. لا لا، هو ما بخوف كثير. اوكي، بس ما بخوف كثير. شوي بخوف، بخليك تفكر بحياتك اكثر شوي. اوكي. لو بكون لك فرصه تغير شغله بحياتك، ممكن بحالك، بشخصيتك، ممكن بتخصص دراستك، ممكن باي مجال من مجالات حياتك، شو بيكون هو هذا الاشي؟ دراستي ولا يعني انا صراحه الاجوبه العميقه هاي بعرفش هيك، بدها تفكير. بدها تفكير. يعني لو اشي واحد هيك على السريع مثلا انه حيرت ما بعرف صراحه. ما بتعرف. طيب راح احكي لك انا امبارح من الشغلات اللي اجتنا عشان هيك تاخذ يعني الالهام منهم. في كثير ناس مثلا حكوا لنا انه انا نفسي اتخلص من العصبيه مثلا، او ممكن اتخلص من شغله سلبيه بشخصيتي، وفي ناس حكوا لك مثلا انه انا ما بغير ولا شيء بحياتي بغض النظر عن كل الشغلات السلبيه اللي صارت بحياتي، هي كانت السبب لانها وصلتني لهذا المكان. هلا صحيح، فانت مع مين؟ بس اسمعي، يعني انا احيانا بحكي انه الواحد اذا ما عانى وما تعب وما هيك، بحس انه الحياه ملهاش نكهه كثير. يعني انا واحد من الناس الحمد لله حربت كثير، فهمت علي؟ فانا هلا انا بسلام عايش. وكل يوم الحمد لله رب العالمين بشوف الحدا او بشوف الشخص حاله هو افضل من اليوم اللي قبله 100%. يعني محمد عليان هو قبل 3 سنين او 5 سنين هو مختلف 360 درجه عن محمد اللي هو هلا. صح. فهمت علي كيف؟ فانه كل واحد من فتره لفتره لازم يغير من حاله، لازم يتطور بحاله عشان
عشان يلاقي في تغيرات ولازم يلاقي في صح 100%. شوف انا هيك يعني بجمع بين الاجابتين، لانه حلو الواحد يغير شيء بحاله اذا شايف شغله سلبيه، وبنفس الوقت حلو الواحد يكون عنده قناعه انه كل شيء مريت فيه انه انا حياتي مش مثاليه، كان فيها مشاكل وكان فيها صعوبات ومريت باكثر من شغله. هاي يعني هذا جواب كل شخص رح يكون بالحياه، انه مريت بمطبات مواقف صعبه، بس هاي المطبات هي بالعكس هي اللي خلتني اكون الشخص اللي انا بدي اياه، هي خلتني اكون شخص اقوى، هي خلتني شخص اتحمل اكثر. بس بنفس الوقت ما يكون هاي الشغله تخلينا توصلنا مثلا خلينا نقول للغرور، انه انا عملت وانا سويت وانا وصلت فما بدي اغير شيء بحالي. لا، اذا احنا بنشوف شغله سلبيه بحالنا، انا كثير حبيت ناس حكوا شغلات سلبيه عن حالهم، انه زي ما قلت لك مثلا انا عندي عصبيه بدي اتخلص منها، فاذا بنشوف شيء سلبي بحالنا يعني انا حلو نشتغل عليه. انا ممكن الناس ما بيعرفوا هذا الشيء، بس انا ممكن اكثر حدا عصبي بالعالم. اه جد بالعالم والله، يعني كثير بولع يعني على السريع، 1 2 3 بتلاقيني ايش بسرعه على السريع بعصب. من شغلات احيانا بتكون ملهاش داعي اصلا، فيش داعي تعصب عليها، واحيانا فيش داعي اصلا تعمل رياكشن. الله يكون بعون المحبوبه، يعني صراحه واحده من اكثر الناس تحملوني بالحياه والله. الله يكون بعون كل الستات بصراحه، لانه مضطرين نتحمل كل الستات. دخلت لي بكل الستات، حكينا محبوبه 100%. الله يكون بعون الدفع لي عن كل الستات. شو دخل يا جماعه؟ شو دخل؟ صراحه في ناس عادي يعني، كمان في رجال كمان الله يكون بعونه، بس انا بحكي بشكل عام مضطرين نتحمل بغض النظر عصبي مش عصبي، نكد مش نكد، مضطرين نتحمل. شو بدنا نعمل؟ انتوا شو اسمه ما بتغلط وما بتعمل ولا اي شيء. لا احنا الله يحمينا، الله يحمينا. طيب أوكي. هلا ايش سويت انا عندي هون؟ حركت الخضار تبعوني، هلا حضيف عليهم شويه مي، وعندي هون كمان برضو حضيف عليهم مي. قبل ما اضيف عليهم مي، او أوكي. المفروض انا اضيف عليهم ايش البهارات تبعوني بعدين اضيف عليهم المي، ولكن كنا عم نحكي وبنتسلى وبنسولف وهيك، ولحد الان لسه ما غليوا فما علينا ولا اي مشكله. تمام، حننزل البهارات اللي عندنا هون ونستنى عليهم يكونوا ايش، وبكونوا جاهزين إن شاء الله. إن شاء الله بعد إيش؟ بعد الفاصل. بعد الفاصل إذا رح نتركهم شوي على النار ونطلع فاصل صغير ونرجع نكمل وصفاتنا. خليكم أهلا وسهلا فيكم عن جديد، لسه مكملين معكم مستمرين بحلقتنا ببهار ونهار. واليوم زي ما حكينا لكم بأنه أجواء شتوية، عملنا كل وصفات شتوية كلها بالعدس، وعملنا كمان البسبوسة بجوز الهند ببداية حلقتنا، بس عم نستنى نشوف النتائج النهائية صح بالفرن. بس بدي أذكر أنا قبل ما نرجع نشوف وصفاتنا، بدي أذكرهم يحضرونا عبر صفحتنا على الفيسبوك عمان تي في كيتشن، عبر اللايف واعملوا شير للحلقة، لأنه وصفاتنا اليوم لازم توصل للكل. كلنا اليوم نعمل عدس، فكلنا اليوم هيك بهمنا وصفات اليوم، فاعملوا شير أكثر لتوصل لعدد كبير من الناس. واحكي لنا شو صار بالبسبوسة. هلا بالبسبوسة تبعتنا تقريبا صارت جاهزة، فبدي أشيك عليها شوي صغيرة عشان نتأكد من الأمور. طمنا عليها، كنا خايفين عليها أو لا، فنطلعها هون. يا سلام أوبا. يا سلام أوبا. يعني أوبا. هذا المنظر المثالي بالنسبة لإلي للبسبوسة، حمارها بجنن، اللون، كل شيء، المنظر، الريحة، everything is إيش. أوكي بيرفكت. طيب كيف بدنا، بدك تحط عليها شيء تزينها ولا مثل ما هي؟ لا طبعا حنزينها. انا عاد مع انه حزنانه يعني شكلها هيك لحاله حلو جد. خلص حنخلي لك اياها هيك يعني زي ما بدك. لا خلص والله غير اخلي لك اياها نفس الشيء لانه منظرها حلو، او اذا بدك تزين شوي وتخلي شوي مش خلص تزين. عشانك ولا شيء. ولا طيب. شيء ولا شيء اوكي. هلا حنجيب ايش القطر تبعنا. ووو نسيت انها ايش، انها هلا طالعه من الفرن. طالعه من الفرن هاي من جمالها. حنجيب يعني القطر تبعنا. يس هلا القطر انتم بتقدروا ايش تختاروا الكميه اللي انتم بدكم اياها وتنزلوها عليها على حسب الحلاوه اللي احنا بنفضلها. يس. يعني اوكي حلو. حسب حلاوه الحدا، حسب حلاوه الحدا. اذا هو حلو كثير ما بده كثير حلو. حسب انتم مين عازمين على البيت. يس ممكن تحطوا ملح مثلا اذا مش طايقين حدا. طيب بدنا نسلم على ميسون حدادين اللي عم تحكي سلامات الحارة من شيكاغو لكم جميعا، والله يعطيكم الف عافية على الوصفات الزاكية، انتوا روعة وشهيتونا، وبتقول لك شهيتنا بكل وصفات اليوم. وبنفس الوقت تعايد على زوجها وعلى ابنها بمناسبة عيد ميلادهم، ان شاء الله العمر كله يا رب لإلهم ويخلي لك اياهم، بضلكم تحتفلوا مع بعض كل سنة. حبيت انه العيد ميلاد بنفس الوقت. هذا بيوفر كثير. لا ولا ما بيوفر؟ لا ابدا ما بيوفر، ضربتين مرة واحدة بودعوا هذول. بالعكس يتوزعوا على السنة كثير اهون انهم يكونوا بنفس الوقت. طيب شو طيب. كمان بدنا نعمل هلا بدنا نعمل ايش نبلش ب الرز تبعنا هون. هلا اذا طلعنا عليه شوي صغيره ايش حيكون؟
حيكون بلش يستوي معنا هلا. حلو. المفروض بهذا الطبق انه احنا نخلي الرز تبعنا يدوب على الاخر. آه، على الاخر على الاخر. ليش؟ لانه انا بدي اياه متختخ دايب عامل هيك، فهمت علي كيف؟ بالضبط. فانا ايش كل شوي صغيره بحركه، حجيب الايش المعلقه تبعتي وادوق شوي صغيره عشان نشوف شو الوضع تبعه، عشان تخبرنا وتطمنا شو الوضع على وصفات اليوم. بيرفكت، ممتاز. يعني استوى منيح زي ما بدك وزياده. ما استوى، بدك كمان لسه شوي. بدي اوطيه شوي صغيره. اوكي، هاي خمسه ونغطيه شوي صغيره ونتفقد ايش الثانيه. قولها تعالي الثانيه. هيها عم تغلي ما شاء الله الريحه. هاي الريحه هي ريحه الشتاء، يعني ولا اي ريحه ثانيه، هاي ريحه الشتاء. يا احلى سلام. ريحه بالحياه هاي. طيب شايف انت بتخليهم زي ما هم هيك الخضار، ولا في ناس انه بيرجعوا بيخلطوهم؟ هلا رح نضربهم بالبلندر. رح نضربهم صح، رح نضربهم بالبلندر. ليه؟ لانه انا عندي الفته هاي صراحه تكون هيك زي شوربه اكثر، يعني مش شوربه اكثر، سائله. هلا بتعرفي الواحد لما يعمل شوربه عدس وينزل فيها الخبز ويخليها تتحرك شوي صغيره او تتشفط او تتشرب الهاي، يفشفش الخبز. هلا هذا نفس الشيء، بس اللي ممكن نعمله ان احنا نسوي طريقتين. الطريقه الاولى انه احنا نحط تحت شوي صغيره من شو اسمه الخبز الاشراك العادي، وفي طريقه ثانيه واللي هي انه احنا نجيب ايش خبز اشراك برضه مقلي ونحط ميكسين معاه. ليش؟ لانه انا عم باكل بحس بالقرمشه تبعت الايش، وبنفس الوقت الخبز اللي شارب. وغير هيك بدنا نعطيها شويه حموضه وبدنا نعطيها شويه نكهه للطبخه تبعتنا. فايش بنسوي بهذا الوقت؟ ايش بنسوي بهاي اللحظه؟ حنجيب الثوم وحنجيب فلفل حار. حلو. وحنجيب ايش كمان اللي هو عصير الليمون، حنضربهم نعملهم زي تتبيله بالضبط. بتعرف التتبيله بتاعت الحمص والفول؟ حنجيبهم ونضربهم مع بعض. بعد ما نضربهم مع بعض ايش حنعمل؟ هنحطهم ونخلطهم، واحنا عم بنوزع الخليط تبعنا ايش حنسوي؟ حنحط شوي صغيره من الصوص تبعنا. بعدين نجيب الطحينيه برضه نعمل كمان شوي منها، بعدين نرجع نحط كمان طبقه، بعدين نحط النكهات تبعنا، فحيتوزع الفليفر الموجود ايش بيناتهم كلهم. كثير منيح. يس، يعني جد هيك النكهات القويه هاي الطيبه رح تكون واضح انه نتيجه خرافيه. يس. طيب يس. خلينا نسلم على سهى الشخشي اللي عم تحكي يسعد مساءكم الجميل الرائع ولقائكم اللطيف مع دينا المتالقه والشيف المبدع محمد. وصفات شتويه بامتياز وبطرق مبسطه، وهي بدها تجاوبنا على سؤالنا اللي حكينا اليوم انه شو ممكن تغيري بحالك. هي عم تحكي ممكن اغير من شخصيتي العصبيه والتردد احيانا في بعض القرارات واكون انسانه هاديه ما انفعل بسرعه. صدقيني يا سهى انا كل يوم الصبح بحكي باخذ هذا القرار بس مش ضابط معي، بقول بدي اكون انسانه هاديه اخذ قراراتي اللي انا بدي اياها ما اتردد. بس للاسف اسرع حدا بالحياه بياخذ قرارات انا. جد اقسم بالله بكون قاعد جعبالي بكره اترك الشغل، بتلاقيني حكيت السلام عليكم وروحت. بس بتندم جعبالي بكره اسافر، جد بحكي جعبالي بعد ساعه اسافر بتلاقيني عن جد حجزت التيكت وسافرت. بتعرف انا بحسدك لانه انا اكثر وحده متردده بالعالم. يعني ممكن اقعد افكر بدي اشرب شاي ولا نسكافيه، واضل افكر فيها وما اشرب ولا وحده قد ما فكرت بالموضوع. لا لا، متعبه راسي على الفاضي. اسمعي الحمد لله هاي وحده من الشغلات اللي عن جد بسخمه وكثير بحبها بحالي، انه انا ما بسال ولا عن اي شيء. جبتوا لي منسف باكل منسف، جبتوا لي كشري مش انه فرق يعني، بس انه زيت وزعتر باكل زيت، يعني ما عندي اي مشكله ولا باي شيء. محمد يلا نطلع ننزل عقب، بقول لك يلا هلا ترني علي محمد، بس بعد ما نخلص نطلع عقب بقول لك اوكي اهلا وسهلا يلا انا جاهز معاكم. بتحكي لي يلا بقول لك اوكي جاي. اسرع من اتخاذ القرارات، مش دائما هذا الشيء صح، ولكن صح. ولكن بحب هذا الشيء فيي انه انا شغال. انا بتمنى اكون زي هيك، زي ما قلت لك انا كثير متردده. بس انا ليش متردده؟ لاني بخاف اندم، فدائما بسال هذا السؤال للناس المتسرعين. عمرك حسيت حالك اندمت لانك متسرع بموقف معين؟ يعني اكيد الا ما تكون صارت. يعني غالبا لا صراحه. جد لا، انه 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 انا ما دام اتخذت القرار وانا، لانه لو ما بدي اياه بحكي له مع السلامه بنفس الوقت، فهمت علي كيف؟ اوكي. لانه انا بالعاده او انا كمحمد عليان خصص انه بعمل الشغلات اللي كثير انا بحبها. اوكي، يعني مستحيل 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 اشتغل عند حدا مثلا انا ما بحبه،
مثلا خلص فهمت علي كيف انا مش مرتاح معك بجي بقول لك والله انا مش مرتاح معك لا تحكي معي ولا احكي معك بوجهك بحكي لك اياه يعني خلص لا تحكي معي ولا احكي معك ليش انه انا مش شايقك فهمتي فانه خلص بريح حالي الناس اللي حوالي برضه خلص صار يفهموا هذا الحدا زي هيك وصار يعاملوني بهي الطريقه انه ما دام هو عم بيحكي معنا فانه وضعه تمام ما دام معنا فانه ايش لا اسمع حلو بصراحه هذا النوع من الاشخاص بريح الناس اللي حواليه زي ما انت قلت يعني خلص بكون عارف انه هذا الشخص مرتاح معي مرتاح بالتعامل معي نقدر نكمل بهذا المجال سواء كان شغل او كان صداقه او اي شيء ثاني بريح الناس اللي حواليك معك حق بس بتمنى اكون هيك ومش سهل اي شخص يكون هيك او يمشي بهاي الطريق يعني يا بتكون هالشغله موجوده بشخصيتك او لا بس كل شيء دائما بنقول مع التعويض شوي شوي عود حالك مرة على مرة اذا تغير شيء بحالك بتقدر تغيره شوي شوي درب حالك عود حالك لحتى يتغير الشيء اللي انت ما بتحبه بشخصيتك يس 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 شكلها استوت طيب. وصار وقت انه نخلطهم مع بعض صح يس هلا راح نخلطهم مع بعض فايش بدنا نجهز حالنا اوكي جاهزين طيب احنا هيك تقريبا صارت جاهزه الفته عندنا بس yes. رح نتركها شوي بدك تخلطها كمان شوي بس احنا رح نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي وصفاتنا لحتى نشوف النتائج النهائيه okay. بكل الوصفات جاهزين خليكم معنا اهلا وسهلا فيكم عن جديد رجعنا معاكم لنكمل وصفاتنا ونكمل حلقتنا لليوم زي ما شفتوا كل وصفاتنا اليوم كانت بالعدس وعملنا كمان البسبوسه بجوز الهند يعني كل وصفاتنا شتويه بامتياز وحلقتنا اليوم عن الشتاء بما انه اجواء الشتاء برا اليوم كثير ما شاء الله يعني شو بدك احكي لي اساعدك لا بفرجيهم الصحن تبعي بتعرف بالصحن يعني حاولت افهم عليك بس ما زبطت معي مبسوط بالنتيجه تشل حلو كثير طيب شو هلا بدنا نعمل هلا بدنا نسوي الفته تبعتنا طيب قبل ما نسوي الفته تبعتنا خلينا نقرا شويه تعليقات على موضوع اليوم لان في كثير ناس بعثوا لنا وحكوا لنا اول شيء هدى عم تحكي مساء الخير الله يعطيكم العافيه وابداع يا شيف محمد ام عصام عم تحكي ما بحب التردد لازم اخذ القرار على السريع وايش بتحب تغير بشخصيتها او تغير شيء بحياتها وانه تكمل تعليمها ان شاء الله مش غلط يعني طالما في عنا النيه وعنا الاراده ان شاء الله مع الشغل ومع التعب على حالنا بنقدر نوصل للي بدنا اياه ونعمل بدنا اياه وان شاء الله بتحقق كل احلامك وأمالك وأنا معاكي كمان التردد مش إشي حلو أبداً بس هو للأسف الناس اللي عندهم هاي الشغلة صعب كتير يغيروها إلا مع الوقت ومع التدريب كمان غروب عم تحكي نفسي أغير من طيبة قلبي وأكون واحدة بلا إحساس هيك كتير مشكلتي غيرت لي حياتي يعني أوكي طيبة القلب الزيادة مرات بتكون هيك متعبة للشخص بس يعني أكون بلا إحساس لا صراحة يعني اللي بيميز الإنسان وبالعكس هاي شغلة كتير حلوة وعرف إنها ميزة عندك إنه أنت عندك إحساس وإنه قلبك طيب هاي من الشغلات الحلوة كتير بصراحة مش لازم شغلة نغيرها أبدا طيب جينا هون لإيش للتطبيق تبعنا حنحط طبقة شو اسمه خبز بعدين نحط طبقة عدس بعدين نحط طبقة خبز إيش مقرمش بعدين نحط طبقة عدس استنى شوي صغيره هنجيب برضو العدس تبعنا مع الخضار الموجوده يا سلام. طبعا ما يغركم شو اسمه انها شوي جامده بس هذا الاشي بيرفكت ممكن هيك يعني. ممكن اذا شفتوها شوي او انتم بتحبوها شوي مرقه ممكن تكثروا شوي صغيره من ايش من المي وتخلوها تك اكثر هنجيب هون عندنا الطحينيه يس يعني شو انا بتخيل هيك ميكس النكهات خرافي هيطلع ميكس بوم جد بدنا نجيب كمان معلقه والطبق اللي بعدها شو رح تكون ليمون اهم شيء اهم شيء طبعا بالعدس الليمون يعني طحينيه وليمون حطينا يس هنحطهم هيك هنحطها على جنب بعدين نجيب الخبز تبعنا نرجع نعمل كمان طبقه يس وبعدين نحط كمان طبقه هون يا سلام هيك انت مدللنا زياده عن اللزوم دلال 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 على الاخر دلال اخت مين ما بعرف يلا خلينا نحطهم المكونات تبعونا فوق بعض الفته اوكي نخليهم يتجانسوا نخليهم يتشربوا الشوربه تبعتنا ما نبخل عليها بالعدس ليش انه الخبز هذا برضو بعد شوي راح يتشرب صح كل الحبشتكنات تبعوتنا ويطلع معنا بيرفكتو حلو كتير طيب هلا بهي اللحظه حنعمله زي هيك نجيب هاي نقولها روحي غاد عند العمو يعني بتخيل هاي من الاطباق اللي لازم شوي نتركها قبل ما نبلش ناكل هاي صح عشان حسب تشرب اذا بدك الخبز. اذا بتحبي تاكلي خش 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 فبدك اياها تاكلي على طول يس فحنجيب هلا نرجع طحينيه نحط كمان مره يس يا سلام عليك يعني من قلبه عم بيشتغل اذا ملاحظين واضح فنان. انك بتحب هاي الاكله فنان. واضح فنان طبعا فنان اكيد نحط عليها الليمون كمان
هدول الليمونات راح اخبيهم الي ليش؟ بديش اقرب عليهم عشان نزيد على الصحن بعدين صح؟ لا مش تزيين على الصحن الي بس اخلص لا لك تزيد على صحنك بدنا نفهم عليك. طيب حنحط هون شوي صغيره خمس تكنات او حنجيب ايش؟ الدقة اللي حكينا عنها حنحط هون شوية فلفل حنحط هون شوية فلفل حنحط هون شوية هاي اللي قلت لنا ليمون ايوه الليمون والتومة والايش؟ والفلفل تبعنا اوكي يس إذا بدكم تحطوا شوية بقدونس على شو اسمه؟ سماق سماق برضه بصير سماق كثير طيب مع العدس طبعا هاي طلعت معي هلا صراحة فإنه حلوة أضافت لون حلو كمان يس خلينا ايش؟ على يا سلام عليك شو هالأطباق الروعة طيب بهذا الوقت خلينا كمان بس عشان ما ننسى حدا من الناس اللي جاوبونا على سؤال اليوم نحكي لنادية قرقش بتحكي أنا ما بحب أغير بحالي بحب طبيعتي وعفويتي ورايقة ولا أحلى من هيك هاي القناعة لما تكوني مبسوطة بحالك مبسوطة بشخصيتك ما بدك تغيري بإشي بتخيل هاي قمة السعادة فهيك ان شاء الله دائما بتضلي مثل ما انت وبتعملي الاشياء اللي انت بدك اياها واللي انت بتحبيها yes. واطباقنا صارت جاهزه اللي احنا بنحبها كمان صارت جاهزه وموجوده على سفرتنا البسبوسه وفتت العدس بالرز وبالخضار صح بسبوس عاشق بسه 100% طيب ارجع ذكرنا واحكي لنا شو عملنا اليوم بما انه وصفتنا اليوم هيك ملائمه لجونا وطعمتها بتشهي وكل الناس مبسوطين على وصفات اليوم فانت لازم تحكي لنا عنهم كمان اوكي عملنا ثلاث وصفات سريعات خفيفات جميلات وموسميات للشتاء عملنا الطبخة الأولى اللي هي عدس مع رز وبعدين الطبخة الثانية عملنا اللي هي فتة العدس صراحة لازم تجربوها قوية بيجي معاها الطحينية مع الرز تبعنا المقلي الخبز تبعنا المقلي والعادي أو الحبس تكنات اللي عليها وعملنا كمان إيش اللي هي ايش نسيت البسبوسه هريسه هريسه ولا البسبوسه بجوز الهند بسبوسه صرنا بنحكي بسبوسه وبسبوسه ونسيت نقول بسبوسه شوف قاعد قلت لكم انا بالمره بالحلو عشان هيك لا بس ما شاء الله نتيجه خرافيه طلعت من ريحه ومن منظر وهلا احنا رح ندوق الطعم انتم حرام مساكين لازم تعملوها على نفس طريقته لحتى تدوق الطعم بما انكم مش موجودين معنا بالاستوديو بدي اشكرك كثير يا شيف عن جد وصفات بتجنن مثل العاده ابدعت يعطيك الف عافيه وبدي اشكر كل اللي حضرونا كمان ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وحبيتوا حلقتنا وحبيتوا وصفاتنا كمان بكره رح نكون معكم مثل العاده من الساعة 12:30 للساعة 1:30 بمطبخ بهارو نايت تابعونا وكونوا بخير